خلينا نروح لملف كمان مهم جدا، لان امبارح اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم عن حكم مباراه الاهلي وسان داونز الجنوب افريقي، ده طبعا في بطوله دوري الابطال. طيب الاهلي وسان داونز موجودين فين؟ موجودين في المجموعه الاولى اللي هم معاهم القطن الكاميروني، الهلال السوداني، والفريقين قابلوا بعض برضو كده لو هنتكلم شويه للغه الارقام 12 مره من دوري ابطال افريقيا. تمكن الاهلي من التفوق في 5 مرات وحسم التعادل 4 مواجهات، فاز فيها الفريق الجنوب افريقي ب3 مرات، وقررت كمان خليني اقول لحضراتكم لجنه المسابقات بالاتحاد الافريقي تعيين طاقم تحكيمي اثيوبي، واعتقد ده برضو ما عليهوش خلاف، شيء رائع. وطبعا الاهلي داخل البطوله وهو زي ما بيتقال كده معاه 10 ألقاب، يعني ده برضو احنا بنتكلم بتاريخ، بنتكلم بواقع من دوري ابطال افريقيا، اعتقد كاكثر هنا الفرق يعني فوزا بهذه المسابقه. صحيح. بينما لو هنتكلم على الصعيد الاخر، سان داونز بيمتلك لقب وحيد كان امام الزمالك عام 2016 تحديدا. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، فخورين بكل الخطوات حتى هذه اللحظه. منذ بدايه يا كريم الموسم احنا قلنا بدايه كانت اكثر من رائعه افريقيا ومحليا، بدايه كمان كانت اكثر من رائعه مع 2023 واول مباراه اللي كانت مع بيراميدز، فكل ده لحد دلوقتي كده ماشي في طريق رائع جدا. نتمنى مزيد من التألق، ما خسرتش ولا مباراة مع هذا المدير الفني الأكثر من محترف مارسيل كولر، يمكن اتعادلنا لكن عمرنا ما خسرنا حتى هذه اللحظة يعني مع قيادته، أعتقد ده شيء محترم جدا طبعا. وإن شاء الله البداية الرائعة، إن شاء الله البداية الرائعة تستمر محليا وإفريقيا وكمان دوليا وعالميا بقى لما نشوف مشاركتنا ان شاء الله في هذه النسخه من كاس العالم للانديه. اكيد بنتمنى كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي، وكالعاده مستنيين منهم الكثير لان هم قادرين على ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي حقيقه كالعاده.